السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم الحلقة الرابعة من قصص واقعية وشعر. اليوم القصة ما خليت بها شعر، قصة كلش عجبتني، تروي انه الى الشاب الى قيمة. هو شباب وقتنا هذا، من كبار الى صغار الى وسط من العمر، يقولون احنا ما لنا قيمة، يشوفون نفسهم انه هم ما لهم قيمة بالحياة. لا، انسان الى قيمة. راح اثبت لك فرد قصة انا سمعتها بحياتي وعرفت انه الانسان الى قيمة وله وجود بهاي الحياة. فرد مرة ولد عمره 18 سنة اجى على ابوه، قال يا ابا انا احس نفسي ما له قيمة ويا جماعتي. قال له شلون ما له قيمة ويا جماعتك؟ قال له ما اعرف، احس نفسي انه انا ما له قيمة ويا جماعتي نهائيا. قال راح اسولف لك فد شيء وراح نمشي انا وياك ونسوي وراح تعرف القيمة ومن عدته تفتهم. فالاب كان عنده جوهرة ثمينة، فجاء على ابنه قال له هاي الجوهرة امشي وياي. فقام الابن مشى وياه، فراحوا على اول ابو محل. الاب قال لابنه هاك هاي الجوهره، وطب على هذا ابو المحل قل له اريد اعرف قيمه هاي الجوهره. فاجى الابن طب على ابو المحل، السلام عليكم. السلام، قال له اريد اعرف هاي الجوهره او هاي الحاجه ايش قيمتها. فشاف ابو المحل قال له دولار. طلع الولد على ابوه قال له انطانا ابو المحل بها دولار. قال له امشي. فراحوا لغير محل فقال له لا تبيعها، طب بس اعرف قيمتها ايش قد. فطب الولد على ابو المحل الثاني قال له بدي اعرف قيمه هاي ايش قد. فابو المحل قلبها قال له 10 دولارات. صفن الولد، ذاك دولار، هذا 10 دولارات، شنو اللي هي نفسها؟ فطلع على ابوه قال له اعطاني بها 10 دولارات. الاب ضحك قال له امشي وياي. فمشى الابن وياه، راحوا على محل ثالث فطبع قال له لا تبيعها بس اعرف قيمتها ايش قد هاي الجوهره. اجى الابن طلب ابو المحل قال له بدي اعرف قيمه هاي الجوهره ايش قد. ابو المحل لزمها قلبها فحصها، شاف الولد واذا ابو المحل حارس سوى بالجوهره، يعني حارس شلون قلبها وجاب العدسه ويفحص وكذا. فقال له ادفع لك بيها 100,000 دولار. فكانت الصدمه عند الولد من دولار الى 10 دولارات الى 100,000 دولار. ما يعرف الولد شو يسوي. قال له ما بيعها. ابو المحل قال له بيع لي اياها 100,000 دولار. قال له ما بيعها. اخذها وطلع على ابوه كلش مصدوم. طلع على ابوه، ابوه ضحك، ابوه يعرف الشغله كلها. فقال له شبيك؟ قال له يعني يابا اعطاني بيها 100,000 دولار، هي جوهره 100,000 دولار، القبله اعطاني بيها دولار، كذا اعطاني بيها 10 دولارات، هذا اعطاني بيها 100,000 دولار، شنو هي يعني اعطيني 100 يعني اعطيني هاي الحاجه 100,000 دولار؟ فقال له الاب انت كذلك، انه لها قيمه بالحياه. اليوم انت اذا تمشي ويا جماعه ما يحترموك او يقللون من قدرك او من قيمتك، اكو جماعه يتمنون يمشون وياك، يتمنون يحجون وياك، يتمنون كلمه تطلع من عندها خاطر ينتبهون عليها. فانت لا تقيم نفسك وتقول انا ما لي قيمه بالحياه. انت كذلك البنيه لا تقولين انا ما لي قيمه بالحياه، مو لو انت تمشين يا صديقتك تشوفين نفسك لا شيء، لا انت الك مكانه، الك صديقات افضل، الك صديقات بعد افضل، الك شغلات حلوه بالحياه. يعني كل انسان له قيمه. شفت فرد مرة صحفي التقى بكريستيانو رونالدو، كان توه بادي باللعب، فقال له منو أفضل لاعب تشوفه بكرة القدم؟ فقال له عاني. صدم الصحفي وضحكوا عليه، وفعلا حصل إنه هو أفضل لاعب بالعالم. شنو؟ إن عرف قيمته مو هنا، قيمته توجد بغير مكان. وإن شاء الله عجبتكم القصة، وانتظرونا إلى الحلقة الخامسة وهي الحلقة النهائية، وراها راح يكون عندنا استضافة للبرنامج. تحياتي لكم.